أهلا بكم، كنتمنى تكونوا بأفضل حال. رواية اليوم هي محاولة عيش للكاتب المغربي محمد زفزاف. هذا الكاتب للاسم ديالو ولا بد غادي تكون صادفتيه شي نهار خلال المحطات الدراسية ديالك. كاتب كيكتب بلغة بسيطة مفهومة، كتخللها بعض المرات كلمات بالدارجة، وكيجيني أنا شخصيا قريب من كتابات الكاتب المغربي أيضا محمد شكري. وبالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش، فمحمد زفزاف كاتب وروائي مغربي من الأدباء المغاربة المعاصرين، وواحد من أكثر الكتاب المغاربة مقروئية في العالم العربي. جوزات إبداعات زفزاف المحلية بحيث ترجمات مجموعة من أعماله لغات عالمية من غير العربية. تزاد في مدينة سوق الأربعاء الغرب، وعاش طفولة صعيبة بحيث توفى الوالد ديالو وهو عنده 5 سنين. ومن بعد مرحلة الدراسة الجامعية في شعبة الفلسفة، امتهن تدريس اللغة العربية بإحدى الإعداديات مدينة القنيطرة، ومن بعد تخلى على التدريس باش يشد أمانة مكتبة الإعدادية، وانتقل من بعد هادشي لمدينة الدار البيضاء بحي المعريف بحيث تفرغ الكتابة، وانضم لاتحاد كتاب المغرب في شهر يوليو من عام 1968. وعاش في عزلة بوهيميا بين فضاءات المدينة، وجمعته صداقة كبيرة بالأديبين المغربيين دريس الخوري ومحمد شكري. وتم تكريم محمد زفزاف بتخصيص جائزة أدبية بالاسم ديالو، واللي القدر ديالها 10,000 دولار، بحيث كتسلم كل 3 سنوات في مهرجان أصيلة الثقافي الدولي اللي كيتقام في المغرب. وتوفى الكاتب محمد زفزاف في مدينة الدار البيضاء بتاريخ 13 يوليو عام 2001 بعد معاناة شديدة مع المرض. تميزات تجربته الأدبية بتواتر تيمات العوالم السفلية والإقصاء الاجتماعي، وبحمولتها الإنسانية وبلغتها الشاعرية السلسة، بحيث أن كتاباته كتدور سياقات اجتماعية وكيدوي على المغرب المنسي، وشخصيات الروايات كيكونوا ناس مقصحين من ظروف العيش، وهذا الشيء لأهله باش يتعرف بلقب شاعر الرواية المغربية، وتلقب أيضا بالكاتب الكبير وأيضا بدوستويفسكي الأدب المغربي. ورواية محاولة عيش تصنفت على أنها من الروايات الواقعية اللي كتناول الواقع المعاش، وكيطرح فيها محمد زفزاف معاناة الطبقة الفقيرة في المغرب والأوضاع اللي كتعيشها وسط البراريك الفقيرة والصراعات اللي كتنتج على هذا الاحتكاك. فبطل الرواية هو حميد، طفل اللي عنده 16 عام عايش مع خوته والأب ديالو اللي جالس بلا خدمة، والأم ديالو القبيحة الناقمة على الوضعية وسط براكة بحر ما كتقدهم. الجوع والفقر والشتم والسب، هادشي كله خلى حميد يفكر يخرج يخدم، وفعلا قلب على خدمة وولا كيبيع جورنال، وكيبقى يدور من الصباح بكري حتى كيحفى رجليه، ما حيلتو صاحب شركة توزيع اللي كيسبهم كاملين بألفاظ بديئة، مرورا بشتائم حراس الميناء اللي كيحرسوا السفن الغربية الواقفة في المرسى واللي كيحاول حميد يطلع ليها باش يبيع الأجانب الصحف ويحصل على بعض الدولارات، لكن حراس الميناء كيحيدوا لي كل شي داكشي اللي كيحصل عليه، وكيخرج حميد كيبكي من التسلط ديالهم. العيشة ديال حميد اليومية وسط الشوارع خلاه يكتشف الناس، كيشوف صحابه اللي كيكميو ويشربوا وحاول هو أنه ما ينغمش في هذا الشيء، كيشوف المضاربة اللي كتنوض بين الرجال الأمريكيين في الملاهي الليلية، وكيفاش أن الشراب كيخليهم في وضعية مزرية كيفرقهم غير البوليس، وكيفاش الناس في الشوارع كتجمع بقايا الطعام الفاسدة في الفترة اللي كان فيها المغرب كيدوز من معضلة الجوع، بحيث أنه إلا شاف شي حد كياكل اللحم فمه كيجري بالماء، وعطاه واحد الميريكاني بقايا الساندويش ديالو، لكن حميد لاحو من اللي عرفوا لحم الحلوف، لكن شي دراري في الزنقة ضربوا على هاد البقايا وهزوه وكلوه، فالجوع ما كيفرقش بين اللحم الحلال واللحم الحلوف.
وغيبقى حميد على هاد الحالة كيعطي الأم ديالو القروش اللي جمع، وهي ما كتشبعش، كتضل تغوت باللي هاد العيشة ما عجبهاش. فقروا الأبوين أنهم يبنيو الحميد براكة ملاصقة مع براكتهم، لأن الدري بدا كيكبر وما خصوش يبقى معاهم. وبقوة النقير ديال الأم وإصرارها باش تزوجو، بدا حميد كيخرج من البراكة غير باش يرتاح، وهنا غادي يتعرف على غنو، وهي الفتاة البدوية اللي اضطرتها الظروف أنها تهاجر من البادية وتخدم في ملهى ليلي. عرفها الظروف وبغات وعونات ماديا ومعنويا، لكن الأم ديالو قررت زوجه من إحدى بنات البرارك اللي حداهم، فتاة عرجاء، فقبل أنه يفتح داره حتى هو، وكيواعد نفسه أنه يكون رجل حقيقي باش يربي وليداته. لكن في ليلة العرس اللي وصفه الكاتب تقاليده البسيطة، غيتفاجئ حميد باللي العروس كانت عندها علاقات خارج إطار الزواج، فغيتحول العرس لمعركة حقيقية بين العائلتين. لكن هو غادي يخرج بلا ما يحس به شي واحد، وغيلقى راسو كيدور حتى وصل دار غنو. الكاتب ما تطرقش للمدينة اللي وقعت فيها هاد الأحداث، لكن الصورة كانت مفتوحة على أماكن عمومية، الشارع، المرصى، الملاهي، المقاهي والبراريك، هاد الأمكنة اللي كلها كتعكس الواقع اللي كان باغي الكاتب ينتقده في روايته. في الرواية محاولة عيش هي فعلا تجسيد لكلمة المحاولة اللي كيقوم بها الإنسان شحال من مرة باش يعيش في ظل الظروف الصعبة المحيطة وضغوط الحياة. محاولة عيش هي رواية جميلة وبسيطة، عدد الصفحات ديالها قليل، يعني ممكن تقرأ في ظرف وجيز، أسلوبها بسيط وجميل، وكنصح بقراءتها. شكرا لكم على الدعم والمتابعة، دمتم في أمان الله ودمتم أحبتي.